انا اسمي ام محمد. طيب استاذك محمد بس مش هيتحجر كده كده مش هيتحجر ما تتحركيش ولو جيت تبان عليكي الشعاع. انا جيت سيوة لاني بصراحه لا يعني بس استنى قولي لي انا من القاهره وجيت سيوة عشان كذا وكملي بقى. انا من القاهره وجيت سيوة علشان بصراحه الهدوء يعني انا جيتها مرتين زياره فعجبني الجو فحاولت يعني جبت بقى حاجتي وجيت استقريت هنا اهوت لان هي بالفعل زي ما انا بقول يعني بلد امان بنام وبابي مفتوح عليا ممكن بابي ما بقفلوش الميه بسم الله ما شاء الله هنا جميله وكتير يعني مش عارفه يعني هي بالفعل في قلب مصر ولكن هي تحسيها العيشه مختلفه فيها الدنيا رخيصه مش عارفه يعني بيقولوا في غلاء بس هنا انا حاسه وعايشه بان العيشه رخيصه بالفعل يعني. طب انت كنت بتشتغلي ايه في القاهره؟ لا انا ما كنتش بشتغل يعني انا كنت ست بيت بس يعني ست بيت بس الدوشه بتاعت القاهره بقى والزحام وانا منطقه شعبيه يعني انا من منطقه شعبيه بس لما جيت هنا حسيت ان البلد هنا يعني كمان هي اول ما جيت كانت مختلفه عن كده كمان يعني ممكن تكون هي اتزحمت شويه ولكن في نظافتها وفي جمالها بتحسيها مكان من اوروبا انت فاهمه كلامي؟ اه طيب جبتي ولادك وجوزك جه معاكي؟ لا انا عايشه من غير جوزي لحظه لا انا عايشه من غير جوزي ما حدش بيسالني انت فين جوزك؟ يعني هنا امان ولادك معاكي؟ اه ولادي معايا اه بيدخلوا مدرسه؟ اه في المدرسه ولادي بيدرسوا اه ما حدش منهم بيقول لك نرجع القاهره؟ لا لا ابني عايز يستقر يعني قال لي انا هستقر هنا انا بنيت بيت انا بنيت اشتريت ارض وبنيت عليها لان الارض كمان هنا رخيصه جدا 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 الارض فوق ما تتخيلي اشتريت حوالي 700 متر ب 37,000 مش غالي في كمان اقل من كده كمان يعني بصراحه هي نفس المصريين يجوا سيوة يشوفوا جمال سيوة هي بالفعل بلد جميلة انت ما لفتيش فيها كلها انت لفتي في البلد كلها؟ لا لسه بلد. كمان في اماكن ما رحتيهاش هي جميلة بالفعل يعني طيب وامان وناسها محترمين ناسها محترمين بالفعل يعني دايب. أوه. شكرا كتير شكرا